عمره ما كان سهل. عشان اكسب لازم اكون شرس. لازم اكون شرس. لازم اكون غمض عين وافتح الباب. غمض عين احذر كل شيء اخر. الديفا. الديفا مسلسل على الويب تطلقه منصة شاهد الإلكترونية التابعة لمجموعة ام بي سي، يتميز بحلقات معدودة وقصيرة مع توقعات بأن يليه موسم آخر. البطولة لسيرين عبد النور وباقة من الفنانين العرب. تجربة ديفا حققت حلم وخاصة على شاهد. بدي خبرك شغلي، أنا لما عملت أول مرة مسلسل روبي كل العالم قالوا أوف أنه نحن عم نفوت بمسلسل مشترك عربي، قدي العالم رح تستوعبه. وكنت كتير مبسوطة انه الام بي سي اختارتني انه يكون انا يعني الافتتاح بهيك مسلسلات بروبي. اليوم مبسوطة نفس الشيء بشاهد، ومرسي انه هني اختاروني لكون هيك. هيدا اول مرة شاهد بتعمل مسلسل بثمان دقايق بثمان حلقات، هلا يمكن صاروا 10 دقايق على المونتاج، بثمان حلقات بجزء الاول حصري واصلي على شاهد لاول مرة. بتمنيلهم التوفيق لالن ولالي. الشغل ويب سيريس معناته انت عندك حرية اكبر شوي بالكونتنت، وبالتالي الاعمال راح تكون اصدق لما تنعرض، وهذا شيء يحسب لشاهد صراحة. في نجاح هذا العمل اتوقع راح يفتح باب لنوعية اعمال كثير بتقدم نفس الطريقة بنفس الاسئلة الاخلاقية الصح اللي المفروض تتقدم، الدراما اللي المفروض تتطور اكثر وتروح لمطرح أحلى وأفضل وأقرب للناس. أنا كثير سعيدة بالمشاركة في هالعمل، تحديداً أنه مع بيت الأول مجموعة أم بي سي. الحلو أن دوري كمذيعة في العمل يمكن هو اللي حمسني أني أخذ هالدور. بعتقد أنه شاهد عندهم بعد نظر يعني لبعدين، بعتقد أنه هذا هو الاتجاه اللي عم بيصير هلأ، خصوصي مع الجيل الجديد يلي شوي عم يفلت من التيفي، لأنه إذا بتلاحظ أنه الجيل الجديد ما بقى عنده وقت. قصة مسلسل الديفا وضعها كتاب عدة وأخرجته رندا العلم التي تصفه بالعمل المتميز. ميزته أنه عمل مختلف من كل النواحي، إن كان من الصورة من الكادراج من الإضاءة، تنبلش كمان بالقصة مختلفة، وتانياً ويب سيري، يعني العالم العربي منه كتير معود على ويب سيريز، حتى الممثلين كان جديد عليهم وصعب عليهم أنه يقدروا يوصلوا أحساسهم بسرعة كتير كبيرة، ويقدروا ينقلوا من حالة نفسية للتاني كمان بسرعة كتير كبيرة. الديفا من أعمال شاهد الأصلية، مولود جديد يتوقع أن يأخذ مكانه في العالم الرقمي العربي. عبر صباح الخير يا عرب، بتمنى من كل المشاهدين أنه يحضروني بتاريخ 27 هيدا الشهر بديفا، وإن شاء الله يا رب يلاقي أعجابكم. سيرين عبد النور. صباح الخير عليكم جميعا، تابعوا مسلسل الديفا فقط على شاهد يوم 27 نوفمبر. يعقوب الفرحان.